أما هلأ رشا ننتقل لمادتنا الأخيرة اليوم ومحطتنا الأخيرة مع عالم الصحة، وكثير بنسمع من الأمراض الجلدية المنتشرة كيف فينا نتعامل معها، بس في أمراض فينا نقول مزمنة صعب علاجها وبترافق الشخص يمكن طول عمره منها مرض الصدفية. أكيد نور، مثل ما قلتي في أنواع كتير، وممكن اليوم يصير في اختلاطات بالتشخيص عند الأشخاص، أكيد مو عند الأخصائي. نسمع بالبهاق، نسمع بالصدفية، بالأكزيما، ولكن كل شيء له حلول طبية أكيد اليوم الأخصائية حتعرفنا عليها بشكل موسع. أكيد رح نحكي عن الصدفية مع الدكتورة حلا سلوم، اختصاصية أمراض جلدية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا يا سعد، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا عم اليوم هيك خلينا نضوي بس على موضوع الصدفية. في ناس ما كتير يعني، مو الكل جزء شافوه بيعرفوا أنه هي الصدفية بسبب كثرة الأمراض الجلدية. تمام. خلينا نحكي اليوم، نحكي عن أنواع الصدفية. هلا الصدف بالاساس هو عباره عن مرض مناعي ذاتي، مناعه الجسم بتخربط فبصير في عندنا مشاكل بالبشره. تمام. بصير في عندنا تغيرات نسيجيه بالبشره. مثل ما حكيتي هو مرض مزمن بيرافق المريض كل حياته، وللاسف هو بشكل تحدي للاطباء بالعلاج، وبشكل كمان ماساه للمريض. هو منظر مزعج وبحس بالعار الخجل، ممكن يعني ينعزل اجتماعيا، يصير عنده ديبريشن، بياثر على اللايف ستايل تبعه. ف يعني ما بعرف اذا كل الناس تعرف الصدفيه بصير في عنا. تمام. هيدي اللويحات الحماميه الوصفيه. تمام. عليها قشره بتكون وسوف فضيه، لونها فضي، مزعجه، يعني مزعجه للمريض وبتاثر على نمط حياته، بتعمل له ديبريشن. تعمل حكه. طبعا حكه شديده اكيد. عم نشوف بعض انواع الصدفيه على الشاشه. خلينا نحكي عن الاسباب الأساسية للصدفية. تمام. شو هي؟ يعني نعرف إذا في حالة بالبيت ممكن تكون هي، ممكن الشخص الآخر وراثيا أنا معرض ولا لا، كيف فيني أنا أتعامل مع الحالات؟ تمام. هي أنواع أسباب. هلا الصدفية بالأساس مثل ما حكينا مرض مناعي ذاتي، يكون عندنا استعداد وراثي عند الشخص. تمام. استعداد وراثي، جينات محددة، وبيكون في عندنا عوامل محردة أو تريجرز. تمام. هيدي العوامل ممكن يعني تعمل بداية للصدف، بس هي ما بتصير عند شخص ما عنده استعداد وراثي. طب إذا في حالة مرضية جلدية بالعائلة مو صدفية، ممكن الشخص مثلا وراثيا معرض للصدفية ولا لا؟ ما علاقة؟ لا، هو لازم يكون في وراثة صدفية بالعائلة. تمام. فالعوامل ممكن تخلي الصدف يزيد او يطلع، الرد الفيزيائي مثلا، هو ظاهرة كوبنر فيه ايجابية. ممكن الشخص اللي عنده صدف بعد ما يصير عنده رد مثلا باسبوعين لست اسابيع بتطلع عافة صدفية مكانه. الضغط النفسي كثير بيأثر، لهيك بنلاقيها كثير بتطلع، كانت مثلا عند العساكر، عند الطلاب مثلا بالبكالوريا بهالقصص هي. الضغط النفسي بيأثر. في عندنا ادويه ممكن تحرض بدايه الصدفيه مثل الليثيوم، مضادات الملاريا، حاصرات بيتا. في عندنا اسباب انتانيه مثل الانتان بالعقديات، التهاب البلعوم بالعقديات خاصه عند الاطفال بيحرض لنا الصدف النقطي. وفي عنا مثل نقص الكالسيوم مثلا، نقص الكالسيوم كمان ممكن يكون محرض للصدفية. وممكن كمان التدخين، الكحول، ازدياد الوزن، هذول بنعتبرهم يعني عوامل محردة. صحيح. مع نتائج، يعني هنا ممكن يكونوا نتيجة للإصابة بالصدفية. دكتورة اليوم كنا عم نشوف هيك بعض صور، يمكن أنا إذا شفتها عند حدا بنسبة بسيطة، يعني ليش عم قلك اليوم ما الكل بيعرف يميز، ممكن فكرها اكزيما او شيء يعني. ولكن انا اليوم صدمت بكم صوره عن جد، يعني كثير يعني وضعهم مزعج. يعني هدول الامراض او هذا المرض بشكل محدد، ممكن اليوم انا اذا استخدمت الاغراض الشخصيه للشخص المصاب او عن طريق الملامسه انه ينتقل، هل هو يعني انه بالعدوى بالملامسه او لا؟ هلا هو مرض مناعي ذاتي، مناعة الجسم نفسها هي السبب، ما في لا فيروس ولا جرثومة ولا شيء ممكن يسبب المرض، فهو مرض ابدا ما له معدي. هي لكل العالم يعني متابعنا، لانه بتلاقي في اهالي بخافوا اولادهم يتعاملوا مع اطفال مصابين. لا، هو منه مرض معدي. لا، ابدا ابدا يعني ما له معدي. التعامل مع الشخص لازم تكون طبيعيه. صحيح. طبيعيه ابدا. الملامسه ما بتعدي. يعني قد ما حتى لو استخدمتي اغراضه، حتى لو نمتي بنفس الفرشه، هو مرض ابدا ما له معدي. مناعة الجسم
ذاتها هي اللي عم تعمل هذا المرض. صحيح، في خلل. طب دكتورة خلينا نحكي، ذكرتي كثير من النقاط هي عوامل مهيئة لمرض الصدفية، ولفت نظري الإنتانات. قلتي إنتانات عقدية عند الأطفال مثل التهاب البلعوم، خلينا نركز هاي النقطة، الإنتانات المتكررة يعني أو طريقة التعامل مع الإنتان ممكن تنتج. لا لا، بس لحتى نتفق على شغلة، هو مو أي إنتان عند أي بني آدم ممكن يعمل لنا صداع، بيكون في عنا استعداد وراثي، جينات محددة موجودة، فهو ممكن يكون محرض لبداية الصدف، يعني اوريدي هذا الشخص عنده الجينات موجودة، صار عنده إنتان بالعقديات. هو أشياء شيء العقديات يعني، وأكثر شيء عند الأطفال مثل ما حكينا بيحرض لنا الصدف، نوع من الصدف اسمه الصدف النقطي، فهو مو إنه أي شخص بيصير عنده إنتان حيصير عنده صدف، عنا شخص مهيئ وراثيا عنده استعداد وراثي، جينات معينة، صار عنده إنتان ممكن يعني يكون هو تماما تريجرز للصدف. تمام، ذكرتي انواع للصدفيه اليوم، وطالما نحن عم نحكي باكثر من نوع فنحن بدنا نحكي باكثر من علاج. هل اليوم العلاج واحد لكل الانواع باختلاف التسميه، او كل شيء كل حاله الى علاج خاص فيها؟ تمام، هلا نحن بالعلاج اول شيء بنطلع على كثير قصص قبل ما نبلش علاج. اول شغله ممكن نطلع على العمر، طفل صغير، ممكن شاب، ممكن يكون بالعقد الثامن من العمر، يعني هو الصدف بيصير باي عمر، من الاطفال للعقد الثامن، يعني العمر 70 80 سنه ممكن يبلش، يعني من سنوات عم قلك من عمر الطفولة، يعني من الطفولة لعمر 80 سنة ممكن يبلش، يعني بأي عمر هو ممكن يبلش. فنحن بس نعالج، بنحط يعني ببالنا عمر المريض، حالته الكام، يعني حالته الصحية بشكل عام، إذا في عنا أمراض مرافقة، لأنه في أدوية بتأثر مثلا على الأمراض اللي عنده. ممكن كمان ناخد بالاعتبار إذا الصدف منتشر كتير، موضع بمنطقة معينة، ففي كتير قصص بنحطها ببالنا قبل ما نبلش العلاج. كل حالة إلى خصوصيتها بنعالجها على حسب طبيعة الحالة. طيب دكتورة، يعني ذكرتي إذا ما في حالة وراثية نادرا لا يصاب الشخص بالعائلة، يعني نطمن الناس إذا ما في حالة بالعائلة وراثية ممكن ما ينصاب حدا من العائلة. تمام، هو نادر يصير نادر. في عنا. طب خلينا نحكي عن أنواع الصدفية، في أنواع مثل ما قلتي هي أساسا متوسعة يعني كبيرة مساحتها على الجسم، في أنواع بتكون أخف، خلينا نحكي عن الأنواع الأخف تدريجيا مع فينا نقول اللي هي أكثر، يعني الصور اللي شفناها في شفنا في منها النقاط يعني في صدفية هي خفيفة ما بتكون، في شفنا النافرة اللي في بتاخذ مساحات واسعة من الجسم بتكون عم تقشر، شو هي الأنواع اللي بتكون أكس يعني أخف خطورة أو أخف هيك على جلد الإنسان؟ هلا إذا بدنا نحكي عن أنواع الصدفية مشان نكون يعني واضحين بالقصة، في عنا نوع الأشياء اللي هو صدف اللويحي المزمن، هو اللي عبارة عن هاي الحطاطات اللي بتكون كبيرة شوي، أكتر شيء بتجي الكوع، الركاب، أسفل الجزع. تمام، في عنا الصدف النقطي، هو عبارة عن نقط صغيرة مساحتها يعني ما بتتجاوز الواحد سنتي تقريبا قطر الآفة. في عنا نوع بثرات مثل ما حكى، بثرات هو عبارة عن بثور كمان، هو من أنواع الصدف. في عنا نوع خطير، بيصير في عنا أحمرية صدافية، بيصير في عنا حمامة معممة بكل الجسم مع وسوف، طبعا هي حالة مهددة للحياة وبدها قبول مشفى وبدها إجراءات معينة. هيدي الأنواع بالعموم للصدف. في عنا أنماط بمواضع محددة مثل صدف الفروة، يعني صداف بيكون محصور بالفروة، في عنا صداف الأظافر، يعني هو صداف بس بالأظافر، في عنا صداف راحي أخمصي، يعني على الراحتين والأخمصين كمان، فالأنواع كثيرة. خلينا نحكي، كنا عم نحكي بالعلاجات، اليوم الطب عم يتطور، علاجات عم تتطور، يوم بعد يوم عم نشوف دراسات جديدة، في اليوم حداثة وتطوير بموضوع العلاجات لموضوع الصدفية؟ تمام، هلا لحد الان ما في عنا علاج شافي للصدف للاسف، يعني شافي انه خلص هو مرض مزمن حيرافق المريض. في عنا فترات هجوع وفترات ثورات، يعني ممكن الواحد حسب الطقس، تبدل الفصول، المحرضات اللي حكينا عليها ممكن تاثر، يعني بيزيد المرض، ممكن الافات نفسها تضل سنين ثابته بنفس المكان، وممكن يصير في عنا فتره هجوع ما بتطلع لنا ولا افه لسنين، ممكن توصل لخمس سنين. فما في عنا قاعده ثابتة بهالقصة. يمكن الدور العلاجي هون ضبط الحالة. تماما، يعني ضبط الحالة. إنه في لأنه بعض الأخطاء الشائعة، لأنه حتى أمراض اللي بنلاحظ فيها الأمراض الصدفية ما كتير بيتم، يعني شخص حتى لو عنده صدفية ما كتير أول شيء
بيقول بعدين ليلجأ للدكتور. بتحسي في تعامل مثلا بيخاف يطلع للناس، ما بيحب يورجي هي المشكلة عنده، فبيكون مر بمرحلة معينة. أحيانا في أخطاء شائعة على التعامل. نحن عم نحكي عن الدور العلاجي هو ضبط الحالة، لأنه مثل ما قلتي فيها ثورات هي بتهيج بطريقة التعامل، تغير الفصول، ففي تعامل خاص معها علاجيا لأقدر أنا أضبطها. تمام. هلا نحن بالصداف الموضع، اذا كان موضع ما انه منتشر كثير، بنكتفي بالعلاجات الموضعيه. ممكن كريمات كورتيزون، مضاهيات الفيتامين د، في عندنا يعني كثير اوبشنز للعلاج هي كريمات موضع. اما اذا كان الصداف منتشر فكمان في عندنا كثير اوبشنز، من مثلا العلاج الضوئي، هي مو كثير ناس بتعرفها، اليو في بي والبوفا هي علاجات ضوئيه، اجهزه بتشبه اذا بدنا نشبهها مثل السولاريوم، بس هي فيها امواج خاصه بتعالج الصدفيه، بتدخل تمام بتدخل بالخطوط. طبعا هي بالحالات المنتشره شوي. في عندنا الادويه بتكون مثبطه للمناعه او موقفه لانقسام الخلايا. تمام. هي ادويه بنلجأ لها نحن بالحالات المنتشره كثير، لانه كثير لها سايد افكتس. وخلال العلاج لازم كثير يكون في عندنا تحاليل متكرره، يكون في عندنا مراقبه لوظائف كبد، وظائف كليه مثل ميتوتريكسات، السايكلوسبورين، وكل دواء كمان على حسب حاله المريض. صحيح. مثل ما قلت لك بنطلع على العمر، بنطلع اذا عندنا امراض مرافقه، مثلا في دواء ما بنقدر نعطيه اذا المريض عنده قصور كليه بيتصرف عن طريق الكليه، مريض عنده اضطرابات بالكبد ما بنقدر نعطيه ميتو تريكسات، فكل حالة وإلى خصوصيتها. دكتورة اليوم عم نحكي عن مرض أكيد ما نوشي هوين، بعد ما شفنا هدول الصور وسمعنا شو حكيتي حضرتك. اليوم كتير نحن بحاجة لثقافة إنه نحن اليوم عم نعاني من هذا المرض، نتوجه للطبيب المختص. بنهاية فقرتنا هيك النصائح لكل حدا عم بشوفنا اليوم، ورسالة لكل حدا بيعاني أو ممكن عنده مؤهلات وراثية إنه يصاب بهذا المرض. هلا نحن مريض الصداف اهم شيء لما بيجي عند الطبيب نشرح له طبيعه مرضه، نخبره انه هو مرض مزمن، نعمله تثقيف عن هذا الموضوع. هو مرض مزمن ممكن يرافقك كل حياتك، حالتك النفسيه كثير بتاثر عليه، اهتم بالحاله النفسيه. الغذاء مثل ما حكينا، نقص الكلس مثلا ممكن يحرض الصدفيه، يعني واحد يهتم بحالته النفسيه، دعم نفسي من الاقارب كمان والمحيطين، نفهمه انه هو مرض مو معدي، ما في داعي للاكتئاب، ما في داعي للعزلة. دكتورة بس النظافة الشخصية يعني بتختلف وقت بيكون في مثلا بقع صدفية، يعني المواد الكيماوية يعني هلا النظافة الشخصية ما لها علاقة بالصدفية، والمواد الكيماوية انه تلامسها بشكل مباشر. هلا اكيد قافة موجودة على الجلد، ومثل ما شفتي منظرها الواحد بيكون حريص معه شوي، حتى نحن بنقول له للمريض دائما يكون حريص على ترطيب الجلد بشكل دائم، ما يلبس ثياب الشامبوات الصابون. تمام. هلا مثلا صداف الجسم في له شامبويات مخصوصة بيكون فيها تار، بيكون فيها يعني مواد بتساعد على شفاء الآفات. فمن النصائح اللي بنعطيها للمريض انه دائما يرطب، يلبس ملابس مثلا تكون قطنيه اذا ملامسه للجسم، ما فيها تخريج الصوف، في كثير يعني قمايش ممكن تعمل تخريج. صحيح. طبعا يبتعد عنها، يكون حمامه بمي فاتره، لا بارده كثير ولا ساخنه كثير، ما يصير في تخريج للآفات. واهم شيء الثقافه عن هالموضوع والدعم النفسي للمريض. صحيح. اكيد بالختام بدنا نشكرك الدكتوره حلا سلوم، دكتوره بالامراض الجلديه، على وجودك منا، ونتمنى يا رب هيك الصحه والسلامه لكل الناس. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا دكتوره، يسعد صباحك. اهلا وسهلا.